مدينة وجا ليفتح باب العلم، لا يعرفنا إلا الله علي، ولكن سيعود ولو على يد كافر. فإذا اعقل وتوكل، عندك العقل، أنت استفتي قلبك ولو أفتوك. قصة حلوة كتير، ما بعرف إذا في وقت بس بقراها، ولكن طلعت بإيدي هلأ. هي شوفوا، نحن العرب في سباق تجديف بين فريقين عربي وياباني، كل قارب يحمل على متنه 9 أشخاص. بنهاية السباق وجدوا أنه الفريق الياباني انتصر بفارق رهيب جدا، وحللوا النتيجة كيف الياباني هيك. وجد أنه الفريق الياباني بتكون 1 مدير و8 مجدفين، الفريق العربي 8 مدراء و1 مجدف. كلنا بدنا نكون مدراء، شو مندير؟ حاول الفريق العربي تعديل الشكل ليتكون من مدير واحد مثل الفريق الياباني، وتمت إعادة السباق مرة أخرى، وفي نهاية السباق وجدوا أنه الفريق الياباني انتصر كمان تماما مثل المرة التابعة. بتحليل النتيجة شو عملوا؟ وجدوا أنه الفريق الياباني يتكون من مدير قارب و8 مجدفين، والفريق العربي بيتكون من مدير عام و3 مديري إدارات و4 رؤساء أقسام و1 مجدف. فقرر الفريق العربي محاسبة المخطئ، فتم فصل المجدف. دائما بتلاقي مدير 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 عام مدير قسم مدير هيك مدير هيك. وشو دير لنا؟ انتبهوا. فإذا كل واحد منا أنت مسؤول عن هالإدارة، أنت اللي عم بتدور، أنت اللي عم بتطوف 24 ساعة. هيدا ملكك، هيدي طبيعتك، هيدي الفطرة اللي فيك. أنت السائل وأنت المسؤول. أنت اعقل وتوكل، أنت خير جليس الكتاب. وإذا لقيت صديق، إذا 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 وقت اللي قال الحبيب أخوتي، قالوا له نحن، قال لهم شفتوني أخوتي اللي حبوني وما شافوني. مش هيك عطى البردة لأويس، مش للإمام علي ولا للصحابة. هالأسرار وهالكشف وهالطاقة الإلهية موجودة فيك وفي مع أوشو بتقعوا حاضرة، مع ميتشو موجودين، مع جورجيف، ومع ناس مثلي ومثلك. المهم نكون نحن عنا هالحاضرة ونكون صادقين. إذا كنت صادق مع نفسك بس، هو الصادق. سيدنا أبو بكر قال لهم أنا صدقته بأمور أكثر من هيك. ولما اجى هو اول خليفه وكلهم ساندوه، عرفوا طالب الولايه لا يولى، بينتخبوه انت دخيلك. شافوه بفوتوا بيطلع عبيت، ها شكوا، وراح شافوا اجى سيدنا عمر وعثمان وكلهم. كم اتعبت الخلفاء من بعدك يا ابو بكر. نحن شو عم نعمل؟ حكمت فعدلت فامنت فنمت او اتعبت الخلفاء؟ كون خليفه، كل واحد منا خليفة، ولكن اخترنا أنه نكون جيفة. لك الحق والخيار تكون من نطفة خليفة.